ازيكم؟ ده بقى البعبع اللي كان بيخاف منه الانسان المصري القديم، دي امنا الغوله اللي كانت بترعب المصريين القدماء، كائن خرافي كان ليه عده اسماء بيتعرف بيها عند اجدادنا المصريين القدماء، والاسماء دي في حد ذاتها بترعب، ومن ضمن الاسماء دي اكله الموتى او الشيطانه الملتهمه او عم عموت او موت او عمت او عميت، وكل الاسماء دي في اللغه المصريه القديمه كان لها معنى واحد وهي الحارسه الملتهمه او الشيطانه الملتهمه، ملتهمه القلوب والارواح، قلوب العصاة وأجساد الفاسدين المعاقبة بالإعدام لمن حي في الجحيم. عم عمود أو آكلة الموتى هو كائن خرافي اتجسد في الأساطير المصرية، تحديدا في الجزء اللي بيتكلم عن كتاب الموتى. عم عمود هي حارسة بحيرات النار، تم تجسيدها في شكل كائن خرافي، الجزء الأمامي منه عبارة عن رأس تمساح والجزء الخلفي بينقسم لنصين، النص الأمامي منه عبارة عن جسد أسد والنص الثاني عبارة عن جسد أنثى فرس النهر. عم عمود دي بقى بتكون واقفة مستنية إلقاء قلب الميت المذنب ليها علشان على الفور بتبتلعه وتلتهمه، ودي بتكون النهاية الأبدية للميت، هي ضياع روحه للأبد. ودي كانت حكاية بعبع المصريين القدماء. سلام.